عيوني يا ساحر ساني، وهي اللي حمياني، وصايلة قلبي جوه مني محفوظ في قلب مني. عيوني يا ساحر سنداني، وفي محنتي شايفاني، رفعاني في وقت ضعفي، شايلاني في وقت همي. عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع. عيون يسوع دي قوة، ومنارة روحي جوه، وفي خوفي هي ظلي، هي رايتي وهي خلي. جفون وصر حماية، نظراتي وليا راية، شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه. عيون يسوع، عيون يسوع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من حلقات برنامجكم عيون يسوع. النهارده هنتكلم عن الافكار، وهيكون معانا القسيس جوزيف ايوب، راعي الكنيسه الرسوليه ببورسعيد. اهلا بك قسيس. اهلا بك، واهلا بكل الاخوه المشاهدين، واهلا بكل مشاهدين بورسعيد. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن الافكار يا قسيس. ايه الافكار، وازاي الشيطان بيطمع فينا بالافكار، وان احنا ما نجهلش افكار، وتجديد تغير عن اذهانكم، بتجديد تغير عن شكلكم، بتجديد اذهانكم. ازاي الفكر بتاع الانسان بيكون سبب في حياته الروحيه وعمقه في حياته الروحيه مع الله، وفي حياته العمليه في الكنيسه. هو موضوع مش سهل، وموضوع مش قليل، لكن هنحاول ان احنا نلخص الامور شويه علشان خاطر المشاهد الكريم يكون عنده فكرة عن هذا الموضوع. الفكرة اللي لازم كل واحد يكون عارفها هي إذا تغير الفكر يتغير السلوك. الفكر هو الذي يقود إلى السلوك. وبالنسبة للحياة الروحية، فالحياة الروحية تبدأ بتغيير أو تجديد الذهن، تبدأ الحياة الروحية. عشان كده قال تغيره عن أشكال. بالضبط. الفكرة أزيانة. الفكرة بسيطة خالص، والكتاب بيذكرها، أن الإنسان البعيد عن الله يعيش في عمى ذهن، الذهن أعمى. ومش أنا اللي بقول علشان محدش يزعل مني، الكتاب يقول هذه الكلمات في كورنثوس الثانية 4، بيقول إن كان إنجيلنا مكتوما فهو مكتوما في الهالكين. مين دول الهالكين؟ الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. يبقى إبليس عامل عمى، العمى ده محتاج إضاءة. بيقول لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يبقى إبليس عامل عمى على الذهن علشان الذهن ما ياخدش حاجة جديدة، يحصل في إضاءة في الذهن، وبالتالي يحصل تغيير في السلوك. فده اللي الإنجيل بيعمله. عشان كده الحل في هذا الأمر أن الإنسان عندما يستمع إلى كلمة الله بيتولد فيه فكر جديد، بيتخلق فيه فكر جديد. والفكر الجديد من خلال كلمة الله بيقود الإنسان إلى التوبة. بسمع عن محبة الله، عن خلاص الله، عن إحسان الله، عن الأبدية، عن الصليب، عن الفداء، بسمع عن الحاجات دي كلها. الأمر ده يوما أتجاوب معه، فبسأل نفسي وبعدين أنا إنسان عايش مدة قصيرة على الأرض، حياتي تنتهي، ماذا بعد؟ الأمور دي بتنور عندي، بتقودني إذا تجاوبت معها إلى التوبة. وعندما يقودني هذا الكلام إلى التوبة بيتولد فيا فكر جديد، والفكر الجديد بيقودني إلى السلوك الجديد. لكن بعد ما أنا الإضاءة من خلال كلمة الله بتحدث في ذهن إبليس، مش بيسيبني. إبليس
عشان كده لا نجهل الافكار بالظبط. ابليس يعني انا لازم اعرف كمان فكره، يعني انا ابقى فاهم فكره الله، ان الله بيفكر فيا افكار سلام خير، هو مش عايز لي الشر، مش عايز لي الالم، مش عايز لي الوجع، مش مجرب بالشرور. ابقى فاهمه او ابقى فاهم فكره الله فكر فيا ازاي بالظبط. انا لما كنت مع ابليس كان مقتنصني لارادته، بيفكر فيا ويعمل فيا اللي هو عاوزه، بعمل او بنفذ فكر ابليس. طيب انا خرجت من هذا الاقتناس الى ملكوت ابن محبة الآب اللي هو المسيح يسوع، فأنا دخلت حاجة جديدة، حياة جديدة. فيبقى أنا اللي بيسيطر عليا المسيح يسوع. طيب. يبقى أنا كان زمان إبليس مسيطر عليا، النهاردة أنا مرتبط بشخص آخر. ولابد أن المشاهد الكريم يعرف هذا الحق، أن ارتباطي بالمسيح إما أن يكون ارتباطا حقيقيا أو ارتباطا مزيفا. ايه اللي بيفرق بين ارتباط بالمسيح ارتباط حقيقي وانه ارتباط مزيف؟ مجرد شكل، تغيير الفكر، افكار اتغيرت، السلوك اتغير نتيجة الفكر تغير. الرسول بيقول هذه الكلمات في افسس، بيقول هذه الكلمات اللي لازم انا بحطها قدام كل السادة المشاهدين، بيقول هذه الكلمات في اصحاح 4 وعدد 21، بيقول إن كنتم قد سمعتموه، بتكلم عن المسيح، وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، اللي تعلموه أن تخلعوا من جهة التصرف من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. اتعلمنا كده، انت جيت للمسيح ارتبطت بالمسيح، يبقى في حاجة بتخلعها اسمها الإنسان العتيق، التصرفات السابقة، الفكر القديم اللي بيقود إلى سلوك قديم. ماشي، وأعرف كمان أفكار الرب بقى الجديدة. خلاص بقى هنا بقى بيديني في عدد في النص هسيبه واروح للعدد 24 ويقول وتلبسوا الإنسان الجديد. يبقى أنا بخلع قديم وبلبس جديد. إيه اللي يخليني أعمل كده؟ إيه اللي يخليني أتنقل من خلع القديم ومن لبس الجديد؟ العدد 23 يقول وتتجددوا بروح ذهنكم. إذن الفكرة هي اللي بيخليني أسيب القديم الذهن الجديد، واللي بيخليني ألبس الجديد الذهن الجديد أو الذهن المتجدد. فيعني الفكرة اللي أنا عاوز أوصلها إلى المشاهد هي إن قبل ارتباطي بالمسيح كنت بتصرف تصرفات عادية، تصرفات في مجموعة تصرفات أفكار، مجموعة سلوكيات، موجوعة أمور أنا كنت بعملها قبل المسيح. حلو، طب أنا قبلت المسيح أفضل في نفس الأفكار؟ لا طبعا، ما ينفعش. يبقى مفيش حاجة حصلت، يبقى الارتباط بالمسيح مزيف. لكن ارتبطت بالمسيح يبقى أنا برتبط بمجموعة أفكار جديدة بتقود إلى تصرفات وسلوكيات جديدة. هو كمان بيبقى عارف فكر الإنسان. مين؟ الله طبعا وإبليس. تمام، يعني الاتنين فاهمين أنا دلوقتي بفكر في إيه وبكرة تمام. هعمل إيه. تمام، فالمفروض إن أنا يبقى كمان عندي دور وأبقى فاهم ومتأكد إن في شخصين بيفكروا فيا، شخص المسيح وإبليس اللي مستهدفني. بالظبط، كإنسان مؤمن، أنا مش بتكلم على الإنسان. لو إنسان مؤمن أنا كنت في قبضة إبليس وهربت منه، فإذا إبليس ملوش سلطان عليا، ولكن إبليس خداع، مكار، بيفكر ازاي وقاعد، مكايد غياظ، بيصب كل الامور دي في ذهن الانسان المؤمن. بس بيفكر عشان يعمل ايه؟ عشان يوقعه. خاطر انت بقيت مؤمن امين، خلاص دي خلصنا منها، مش هقدر ارجعها، ولكن عاوزه تعيش مؤمن بفكر قديم، عاوزك تعيش مؤمن باللي انا اقوله لك. ابليس غرضه كده، هدخلك هلبسك لبس الايمان المؤمن. انت بقيت مؤمن، خلاص بقيت مؤمن، صدق الحته دي واقعد فيها، مش عاوز اخليك انسان جديد. المسيح عاوز العكس، انت قبلتني، انت اخدتني نصيبا في حياتك، ايوه، فانا عاوز ادي لك كمان انا فكري. عشان كده الرسول بيقول ليكن فيكم
الفكر الذي في المسيح يسوع. يبقى أنا هنا في صراع ما بين أن أنا أنفذ فكر الله الذي أنا انتميت إليه، أو أفضل بالفكر القديم، الفكر الشرير اللي كنت بعمله زمان. طبعا أنا ما أقدرش أقول، مثال بسيط، لو في مروحة شغالة ومرتبطة بالكهرباء وجيت خلعت الكهرباء من المروحة مستحيل تقف at once، مستحيل هتفضل شغالة شوية، هتفضل شغالة شوية شغالة شوية شغالة شوية لغاية لما تقف خالص. العلاقة مع الله بتبدأ إن أنا أخدت فكرة جديدة عن الله، خدت فكر روحي عن الله، فبيحصل إيه؟ إن الذهن استنار. الذهن الاستنار ده محتاج إنه يمتلئ، بس عشان أملاه يبقى في حاجة تانية لازم أعملها اسمها أفضي. بلغة الكتاب لازم أطرح شوية حاجات من ذهني، ولازم أضيف، أفضل أضيف فكر. أنا بشيل فكر وبدخل فكر، بشيل فكر وبدخل فكر، بس عندي مقياس لهذا الفكر الجديد. أديكي مثال، بيت فيه 8 أفراد وفيه أطفال وعندهم زبالة ومش بيرموا الزبالة لمدة شهر، شكله ايه؟ هيبقى صعب طبعا جدا. بيت ما بيرميش الزبالة لمدة شهر ما بيرميش الزبالة، بالأطفال بكله الأمر صعب جدا طبعا. جدا على هذا النحو اني انا ذهني مليان افكار قديمة زي الزبالة ومحتفظ بيها ومش عاوز اسيبها واخد المكان، ولما باجي اتصرف بتصرف من خلال هذا الفكر. مين جابهولي؟ البيت زمان جابهولي، التربية جابتهولي، النشأة جابتهولي، المدرسة جابتهولي، الشارع جابهولي، الميديا جابتهولي، كل ده حط فيا رواسب افكار قديمة. عرفت الرب، ها هتعمل ايه؟ اطرح كل المفروض الأفكار. اطرح كل افكار لا تتناسب مع مكان الجديد المسيح. خلاص. وبعدين كل ما انا، طب لو حد ما بيعرفش يفكر، او مثلا شخصيات من الشخصيات اللي هي ضعيفه فكريا، يعني دخل الايمان هو يعني كان عايشين مثلا الحياه العاديه اللي هم بلا هدف بلا رؤيه، ما عندهمش اي طموح في الحياه الروحيه، اي فكر في المسيح ولا اي حاجه، وابتدوا يرجعوا، هم اصلا ما عندهمش القدره الثقافيه او القدره الفكريه على الاستيعاب، ازاي ان هم يبتدوا يفهموا افكار الله؟ لان انا سمعت كتير يا أسيس ناس كتير تقول لك احنا بنحب ربنا بس احنا ما مش فاهمين حاجه. صح مظبوط. وعشان احنا مش فاهمين حاجه فاحنا مش هنروح الكنيسه. لا، ما هو ده مش الحل. الكتاب بيسموهم بطيء القلوب، عنده الفكر البطيء، مش ما فيش حد مش بفكرش، كل واحد بيفكر، بس بطيء التفكير في تفكير بطيء او عقيم او تفكير قديم عقيم، تفكير لا يتغير، هو الحاجات دي كلها لازم اطرحها علشان اخد فكر جديد. اعملها ازاي؟ هدي للمشاهد عملية عادية كده، تجربة عادية كده. حط كوباية مية، حط فيها مية بيضة شفافة، وحط نقطة حبر في المية الشفافة، هتبقى شكلها ايه؟ هتلونها طبعا، هتبقى لونها ازرق. انا عاوز الكوباية دي ترجع بيضة زي ما كانت، بيور زي ما كانت، نظيفة شفافة، من غير ما كب المية، من غير ما اعمل حاجة خالص. مش هتنفع. لا تنفع. تنفعش ازاي؟ لازم تنفع. خد الكوباية اللي فيها الحبر دي وحطها تحت حنفية الحوض. ما انا كده عليها مسؤولية، ما انا مش هسيبها محطوطة كده واتفرج عليها. هسيبها كده، هتفضل كده. خد الكوباية زي ما هي كده وروح حطها تحت حنفية الحوض، وافتح الحنفية بس، ما تعملش اي حاجة. خلي المية الجديدة تدخل نص دقيقة، هترجع المية بيضة زي ما كانت. الفكرة
أن المية الجديدة اللي تطلع الأمور القديمة ويخليني أفكر بتفكير جديد سليم يتفق مع مشيئة وإرادة وارتباطي بالله ومكانتي الجديدة، المية الروحية كلمة الله. كلمة الله، كلمة ربنا اللي بيقول عنها أشعياء 55 ويقول عنها المسيح في يوحنا 3 أنها تأتي من السماء تنزل على الأرض تجعل الأرض تلد. خلي بالك من التعبير، المية بتنزل على المية الكتابية أو كلمة الله بتنزل على ذهني اللي مليان أمور زي الحبر بتولد في الفكر أمور جديدة. أنا عاوز أحب، أجيب منين الحب؟ أنا عاوز أكون مقدس، أجيب منين القداسة؟ أنا عاوز أكون مشابه ليسوع المسيح، أكون إزاي؟ إزاي؟ ده أنا عاوز حاجة جديدة تدخل في ذهني علشان تنظف القديم ده وتولد فيا فكر جديد. الكلمة بتجعل الفكر يلد محبة وقداسة وبر وأعمال صالحة وغيرة مقدسة، بيولد الفكر. الفكر بيولد حاجات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. إذا لم يتجدد الفكر بهذا المعنى اللي الرسول بيقوله، أنتوا كنتوا عايشين زمان زي الأم، ماشي، بيقول إيه بقى؟ تسلكون فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. كانوا بيسلكوا إزاي؟ ببطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر. فكرهم مظلم، مظلم، مظلم الفكر، مظلم. فيطلع إيه؟ الظلمة هتطلع ظلمة، فساد. لكن أنا محتاج نور يدخل عشان يطلع الظلمة، ولا يتفق النور مع الظلمة. كلمة الله قال عنها الكتاب سراج لرجلي كلامه ونور، نور. يدخل كلمة الله الحق الصافي إلى ذهني اللي مليان حاجات قديمة، يعمل إيه بقى؟ أنا عاوز كده، أنا عاوز الإرادة للتغيير، رغبتي في التغيير كده. الرسول بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وبعدين لا تشاكلوا، ده حاجة مني أنا، أنا اللي ما عملش كده، لا تشاكلوا هذا الظهر، بل أنتوا اللي تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. دوري أنا، أنا لازم يكون لي دور في هذا الأمر. إذا لم أنا أرغب، أنا اللي عليا إن أنا أفتح الكتاب. إذا لم أرغب، واحد بيروح الشغل كل يوم وبعدين لقى الشارع مقفول، الشارع مش هو ده، مقفول، حرسد، جه تاني يوم بكرة يعمل إيه؟ يمشي من نفس الشارع، ما هيلاقي نفس النتيجة. وتالت يوم مش نفس، عمل نفس التصرف، هيلاقي نفس النتيجة برضه. كيف يكون؟ يا عم غير، بدل. في حاجة اسمها تغيير الذهن، تجديد. التجديد يكمن في المية الصافية، كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. الكلمة تنزل على ذهني بتغير، فبتديني فكر جديد. الكلمة فيها فكر الله، وفكر الله للإنسان بيغير كل حياته، بيغير كل طباعه، بيخير كمان كل صفاته. بالظبط، ما هو أنا لما بيقول لي اطرحه، اطلع القديم ده، أيوة، بيقول لي أضيفه، زود بقى، خد بقى الجديد. مثلا البسوا كمختري الله القديسين المحبوبين. نلبس ايه يا عم بولس؟ قال احشاء رأفات ولطف وتواضع ووداع، صفات الله وطول الاء. الله الله الله، جبت الكلام ده كله منين؟ إيه؟ البسوا صفاتي من ايه؟ منين جبته؟ جبته من الله اللي انا ارتبطت بيه، بيطبع صفات صورته فيا. عشان كده الرسول يقول المستوى القياس، انا عمال امتلئ بفكر جديد، لغايه فين؟ هوصل لغايه فين؟ الفكر ده اقول انه فكره صح ومظبوط، فين اخره؟ في ثلاث شواهد اقولهم بسرعه. في روميه 8:29 يقول ليكونوا مشابهين صوره ابنه. يبقى ربنا عمال يشتغل فيا من خلال فكري وذهني، عمال يجدد ويطبع فيه حاجات جديد لغايه لما يوصلني الى صوره ابنه يسوع المسيح. كورنثوس الثانيه 3:18 بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مراه نتغير
كل يوم كل يوم نتغير نتغير الى تلك الصوره عينه. ده المستوى اللي انا عاوز اتغير ليه. ويجي رسول بطرس يقول لي بص يا ابني انت وهو زمان كنت بتعملوا حاجات ما ينفعش تعملوها دلوقتي، لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في جهالتكم. كنت عايش في جهل، كنت عايش اعمى، عملت حاجات غلط. ما ينفعش لما انت عرفت الرب تعمل نفس الحاجات الغلط وتقول انا مؤمن. لا مش مؤمن ولا اعرفك. ليه؟ الدليل ارني اعمالك ايمانك من خلال اعمالك. انا تقول لي انا اعمالي سيئه، يروا الناس اعمالكم الحسنه مش ايمانكم الحسن، اعمالكم الحسنه. يبقى في شيء جديد دخل في حياتي غيرني، فلا تشاكل شهواتك السابقه اللي كنت بتعملها في جهلتكم. امال اعمل ايه يا عم؟ بل نظير القدوس الذي دعاكم. زي نظير ينطبق تمام الانطباق، القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره. ما تقوليش انا مؤمن وبعمل تصرفات قديمه شريره لا تمجد الله. منين جبت الايمان؟ الايمان يغير، الايمان يحرر. عشان كده الرب يسوع المسيح نفسه في يوحنا 8 صدم الناس كلها، كل الناس بتوع اللي كانوا بيكلموه. قالوا له عم تتكلم عن حريه حريه حريه، احنا ما استعبدناش لحد. فراح قال لهم من يفعل الخطيه عبد، هو عبد للخطيه. طب نتحرر ازاي؟ قال وتعرفون الحق والحق يحرركم. كلمه تعرفون بقى مش اقرا النص قريت اللي عرفت الحق. لا مش هو ده معرفه الحق. معرفه الحق يعني الاقتران بالحق. بقيت انا والحق حاجه واحده، الحق اللي بقترن بيه وبمسك فيه هو اللي بيحرر. افهمه طبعا، افهم. هل من فهم طالب الله؟ بالظبط. الله عايز الراجل اسمه الخصي الحبشي كان بيقرا الكتاب، كان بيقرا وبيتكلم مع احسن كلام في اشعياء 53 مش فاهم. فلما فيلبس بيقول له اتفهم ما تقرا؟ ما انت عملت كر كساقشات ساك الذبح كنعجه صامت، عملت كر كر، ما انت عارف حافظ لكن بتفهم؟ قال له كيف افهم الا لم يرشدني احد؟ عاوز حد يفهمني. قال له طب ممكن اقعد معك؟ ممكن اقعد معك؟ قال له اتفضل اقعد في المركبه. وبعدين وابتدا يكلمه فبشره بيسوع. طلع من الكلام بشرة عن يسوع. لما امتلأ ذهنه بالحق الجديد الكتاب يقول عنه مضى في طريقه فرحا. الله، ده كان بيقرا الكتاب وكان حزين. ايوه، لانه مش فاهم، والفهم ذهن مضلم بعيد عن السامعين. كلمه الله سلوك حقيقي للانسان. تطبيق كلمه الله، تطبيق كلمة الله. اللي بيقرأ كلمة الله يطبقها. أيوة، على حياته. تطبيق كلمة الله. واللي ما بيعرفش يقرأ في يسمع. لا، اللي ما عرفش يقرأ بالنسبة للثقافة المدرسية ما عندوش فكرة عن القراية والكتابة. ربنا ادالك قدرة انك تعلم ابنك وتخليه يوصل الى اعلى المراكز الدراسية. قول لابنك المتعلم يا ابني تعالى اقرا لي كلمه ربنا، انا مش بعرف اقرا. فمفيش حجه. والنهارده اعتقد ان مفيش اي حجه ان احنا نقرا او نسمع كلمه الرب. هل افكار يا قسيس في الحياه العمليه مرتبطه بكلمه الله؟ ده سيستم الطبيعي لاي مؤمن، انني بضع كل بس تفكيري. بنسمع حاجات كده يقول لك إيه، لا اصل ده ملهوش دعوه، اصل انا لازم اعمل الامر الفلاني عشان خاطر انا في الوضع ده، ده بره مش هينفع مع الناس دي الطريقه بتاعه الكنايس، او انا تعبت من كتر المشي في الايمان وبالطريقه دي. يعني الحجج اللي هي فاضيه اللي هي ما لهاش اي اساس من الصحه بس موجوده. انا اللي عاوز اعيش بالشكل ده حسب البيئة اللي أنا فيها، أنا اللي عاوز كده. لا يتفق هذا مع كلمة الله. ملهوش أي أساس من الصح. أنا قدامي حلين. أنا قدامي حلين. أسير وفق العيان اللي أنا بشوفه واللي أنا متأصل ومتجذر فيه في الحياة اللي أنا بعيشها، أو وفق
أمشي حسب وفق كلمة الله. الكتاب بيقول لي أو نقدر نقول فكر إبليس. ما هو فكر إبليس فكر العالم، فكر إبليس بيجيبه لي، هو إبليس بيتصور لي يعني. ما احنا عايزين نوضح ده للمشاهدين، لأن الناس بتسمع إبليس بيدخل في الناس ويدخل في الميديا. إبليس مش حاجة مجزئة، مش حاجة ينزل لي كده ويطلع لي يقول لي أنا إبليس وبقول لك فكر بشكل، مفيش حاجة اسمها كده. إبليس روح، إبليس بيوصل بينا إلى إن إحنا يستخدم الناس اللي في الشارع، يستخدم الجرايد، يستخدم المجلات، يستخدم الميديا، يستخدم أي حاجة إنه يملى فكري بهذا الأمر. وفي نفس الوقت هذا الفكر يتعارض مع كلمة الله، وقدامي أمشي مع العيان ولا الإيمان، أمشي مع كلمة الله ولا فكر العالم وفكر الناس ولا فكر أي حد. أعمل إيه؟ أنفذ إيه؟ أكذب علشان أنجي نفسي ولا أقول الصدق؟ ولو وحي الإله سجل تجدده، ما هو تجدده، تجدده دي حاجة مستمرة كل يوم. العلاقة بين الإيمان والعيان مشكلة كبيرة في حياة كثير من المؤمنين. قليل ما بنمشي طبقا لكلمة الله، لكن الرسول بيقول لنا لا تشاكلوا هذا الظهر، وبيقول لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها، ولا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم، أنتم شعب منفصل. هذا لابد أن ندركه، إحنا شعب خاص بتاع ربنا، ملناش علاقة بالعالم، متلى عن العالم، فملناش علاقة بأي فكر بعيد عن كلمة الله. قول لي زي ما تقول لي، جيب لي أي فكرة في الدنيا وأي موضوع في الدنيا، بس تقول لي السند بتاعه في كلمة الله أهو، وأنا أمشي معك. دستور الحياة بالضبط، دستور حياتنا كلمة الله، ملناش غيره، ملناش دستور تاني ولا لينا كتاب تاني. إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فكر. أمين يا أستاذ، بشكرك أستاذ جوزيف، بشكركم أعزائي المشاهدين. أتمنى أن الحلقة دي تكون بتغير في أفكاركم أنتوا شخصيا. كل حد بيشوفني دلوقتي فكر كده، قول لنفسك أنا بفكر إزاي في ربنا، وفكر فكرة الله ليا إيه، ربنا بيفكر لي إزاي، وارجع لكلمة الله، دور على الكتاب المهمل بالظبط اللي مركون، واللي بعتمد ان انا بشوف الصور اللي مكتوب عليها ايات على الفيسبوك، لكن طلع على الكتاب بتاعك من على الدولاب ولا من الكومودينو ولا من اي ركن انت حطه، حطيت عليه فازه كده شكل بركه في البيت، خليه بركه لحياتك، مش بركه في البيت بس محطوط كده، لكن افتح كلمه الله عشان تتغير عن تتغير وتجدد في ذهنك. كلمه الله بتنقي وبتولد لحياتك حياه جديده. استنونا الحلقه الجايه في عيون يسوع. ربنا يبارككم. شكرا يا أسيس. ربنا يبارك. عيون يسوع حرساني وهي اللي حمياني، وصينا قلبي جوه مني محفوظ في قلب مني. عيون يسوع سنداني وفي محنتي شايفاني، رفعاني في وقت ضعفي، شايلاني في وقت همي. عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع دي قوة، ومنارة روحي جوا، وفي خوفي هي ظلي، هي رايتي وهي خلي، دفون وصر حماية، نظراتي ليا راية، شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه. عيون يسوع عيون يسوع